السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم بخير. يسعد صباح كل واحد عنده صباح، ويسعد مساء كل واحد عنده مساء. النهاردة بمشيئة الله الجمعة 14 رمضان 15/4، طلعنا النهاردة على حواجز غنيوق. حواجز اللي انتم شايفينها دي كده يا جماعة، ده حاجز كده وده حاجز تاني اهو، ولسه في ايه حاجز ثالث، في حواجز كتيره يعني. طبعا انا طالع نوصف لكم رحله ونعرفكم اماكن، وربنا المستعان. النهارده انا طالع معتمد على الله، بنشتغل بفيلا مجنونه، معايا سنار واحد، ومعايا الفيلا المجنونه اهي زي ما انتم شايفين. معايا طعم حي اللي هو جمبري حي، طلعت النهارده في بحر نص متر. كان المفروض ان البحر دوت كويس خالص للسمك، ولكن قبله ريح 20 كيلو متر في الساعة و 22 كيلو متر في الساعة، فخلى البحر بالمنظر اللي انتوا ايه شايفينه. طبعا اهم حاجه في الموضوع وفي الفيديو بتاع النهارده ان البحر النص متر دوت والستة من عشرة ده بحر كويس. لو معاه ريح مثلا هنقوله 10 كيلو في الساعه 15 كيلو في الساعه، يبقى ده بحر مناسب جدا، بالاخص كمان لما يبقى يوم 14 مثلا في الشهر العربي، يعني في ايام حمل ايام صيف الشط. كان المفروض ان الوضع النهارده هيبقى احسن من كده. الله المستعان، الرزق بيد الله. انا هنوصف لكم رحلتي كامله ان شاء الله. دي بدايتي طبعا ان انا هنشتغل بجمبري حي، طبعا معايا عيش هنزفر وهننزل بعجينه ان شاء الله، ومعايا رضماء ومعايا غله في ميات تانية هنجربها. هنوصف لكم اليوم ان شاء الله زي ما هو. متعوا معانا في يوم من ايام رمضان. كل سنه وحضراتكم بخير، تحياتي ليكم. الله المستعان، خليكم معانا ونتمنى من الله ان يكون لينا رزق عشان نفسكم معانا. طبعا يا جماعه للاسف البحر كدب معايا، ما خدتش حاجه، زفرت برضو بعجينه ونزلت على البوري، خدت 3 غمزات ولكن ما كانش ليا فيهم نصيب. اضطريت طبعا نلم كابوريا ونلم بكلاويش وحشف وحاجات من ده عشان نروح البيت ايه ايدي مليانه يعني. وبعد كده هنروح ان شاء الله على ميه نشتغل ايه بيها غله، و هتنبسطوا منها. طبعا الصياد لما بيفلس بيدور على ايه، على ادواره القديمه. خليكم معانا. فين ها؟ بس مش نزل كمان جامد يعني. عارف طبعا انا الاماكن دي بتكون شغالة في شهر 4، سمك خليني، سمك حلو محمل كده مبطرخ يعني، بسم الله ما شاء الله بيبقى حاجات ياما. كنت انا قايل لكم الكلام ده في الفيديو اللي فات، فطبعا اضطريت ان انا ايه نروح كده طبعا عشان نروح البيت بسمكتين. بفضل الله يعني الحمد لله والشكر لله خدت عشايا يعني، وخدت شوية سمك حلوين خالص. Thank you.
واحدة تانية والله. طبعا البحر بقى ما اكلش معانا يا جماعة، قلنا ايه نيجي ناخدوا لنا شوية خنين نروحوا بيهم. صلاة النبي، مية غلة ده يا جماعة ايه، سمك حلو اهو، بسم الله ما شاء الله. العيال دي كده صح؟ ده كده شغل عيال صغيرة دي. ده دي حلوة دي. غلة ده يا جماعة مش طعم والله. اللي بتمشي بيها دي بتبقى حلوة. عارفه مكانها ماسك. ما شاء الله. والله حاجات حلوة يا جماعة دي بقى، نقول لها ايه حلاوتها وهي ايه بطرخ ده. العب يا حود. ايه بس تعالى كده، تعالى جنبي اورمي عندي. ده اشكل كده قاعد اتفرج عليه يا عم. لا يا عم ما تقولش الكلام ده. غلة يا شباب، غلة. هلا اهي Thank you.
عم دول؟ جيل ورا ابوه. ما بتلحقش تنزل. هو سمك صغير ده، السمكة الكبيرة بتاخدها بالراحة زي دي كده. ايه المال؟ مال يعني بقى، مال يعني بقى السنون فيها حاجة؟ لا ممكن.